بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بنتكلم على تداخل الضوء. طبعا تداخل الضوء هي خاصيه ايضا للضوء، فالضوء عباره عن موجات يحصل لها انكسار وانعكاس ويحدث لها تداخل. ما هو التداخل؟ هو تراكب موجات الضوء الصادره من مصدرين مترابطين، وينتج عن كده مناطق مضيئه واخرى مظلمه تسمى هدب التداخل. واللي يوضح هذا الكلام تجربه يانج طبعا، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن طبعا ده كده حائل في ثقب، هذا الثقب طبعا هنا يطلع هنا ضوء، مصدر ضوئي معين، وبعد كده المصدر الضوئي هيقابل شق اخر عباره عن ثقبين فيه، فالموجه هذه تنقسم الى موجتين، عشان كده هنطلع منه مصدرين مترابطين، يعني موجتين مثل بعض بالظبط. طيب الموجتين طبعا موجه هتطلع من هنا وموجه هتطلع من هنا، هذه الموجه تنقسم الى اثنين، هيحصل هنا في موجتين، يحصل تداخل وتراكب بين هذه الموجتين، في الاخير لما نسقط على او يسقطوا على جدار او على شاشه هيعطوا هنا مناطق مضيئة ومناطق مظلمة. المناطق المضيئة تسمى هدبة مضيئة، والمناطق المظلمة تسمى هدبة مظلمة، ويسمى هذا هدب التداخل. طيب وهيكون الهدبة أو المنطقة اللي في النص دايما منطقة مضيئة، تسمى المنطقة المركزية أو الهدبة المركزية. وزي ما أنت شايف هي طبعا بالتتابع، هدبة مضيئة مظلمة مضيئة مظلمة بالتتابع وهكذا. طيب في قانون اللي هو تجربة شق يانج، له قانون اللي هو هذا القانون اكس تساوي لامدا ال على دي، اكس تساوي لامدا ضرب ال قسمة الدي. لازم نفهم الرموز هنا، الاكس هي المسافة بين الهدب المركزي المضيء والهدب المضيء الأول على الشاشة. طب فين الهدب المضيء اللي هو ده؟ اللي هو الهدب المركزي المضيء الأولاني اللي هو ده. طبعا في مسافة ما بينه وبين الهدبة المضيئة الأولى، تمام، هذه المسافة تسمى الاكس. طيب إيه تاني يا أستاذ؟ طبعا اللامدا يعني الطول الموجي، الطول الموجي، والدي هي المسافة بين الشقين هذا اللي هو الاس 1 والاس 2، المسافة اللي بينهم تسمى الدي. والال هي المسافة ما بين الشقين والشاشة، هذه المسافة اللي بين الشقين والشاشة، تمام، تسمى الال. إذن الال مسافة بين الشقين والشاشة، الدي اللي هي المسافة بين الشقين، والاكس المسافة بين الهدبة المضيئة المركزية والهدبة الايه المضيئة الأولى. طبعا اللامدا طول الموجي. تعالوا كده نشوف مساله وردت قبل كده. في تجربه يانج استخدم او استخدم طلاب اشعه ليزر طولها الموجي كام؟ 600 نانومتر. اذا هذه هي اللامدا. لاحظ ان اللامدا بيكون بالمتر في المسائل، فالمفروض هنضرب هذا الرقم في 10 اس سالب 9 عشان نحوله الى من النانو الى المتر. دي اول ملحوظه. فاذا وضع الطلاب الشاشه على بعد 1 متر من الشقين، اذا هذا يعتبر مين؟ ال اللي هو المسافه بين الشقين والشاشه. وجدوا ان الهدب الضوئي ذو الرتبه الاولى يبعد كام؟ هذا الاكس طبعا، هذا الاكس 60 ملي ايه متر. ولاحظ ان الملي متر هنضربه في 10 اس سالب 3 عشان نحوله الى المتر. ايه المطلوب؟ احسب المسافه الفاصله بين الشقين اللي هي الدي، احسب الدي. طيب الدي من هذا القانون لما تضرب طرفين في وسطين، فهتلاحظ ان الدي تجيبها لحالها في طرف هتساوي اللامدا ضرب ال قسمه الاكس، تمام، لامدا ال على اكس. هذا القانون مشتق من هذا القانون. طيب حط ارقامك، اذا اللامدا بكام؟ معلش طبعا هتكون طويله شويه. هنا اللامدا بكام؟ ب 600. يبقى 600 ضرب زي ما اتفقنا كام؟ 10 اس كام؟ سالب 9 عشان تحول النانو الى متر. طبعا ال في المساله اعطاه لك واحد، واحد متر يعني واحد. طيب الاكس بكام؟ الاكس بكام؟ ب 60. بس 60 كام؟ ضرب 10 زي ما اتفقنا سالب 3 عشان هي ملي. طيب نعمل ايه هنا؟ طبعا حاول تظبط الارقام بتاعتك، يعتبر عدد الصفر مع الصفر، يفضل هنا كام؟ 60 على 6. طب 60 قسم 6 كام؟ يعني 10، صح ولا لا؟ 60 قسم 6 10، ضرب الاسس 10 اس سالب 9 قسم 10 اس سالب 3، طبعا انت هتطرح الاسس. سالب 9 سالب سالب 3، سالب 9 سالب سالب 3، يعني سالب 9 موجب 3 يعني سالب 6. ده الناتج، يعني 10 في 10 سالب 6، ده الرقم اللي المفروض يطلع لك. بس تعالى نشوف هو مكتوب ايه بقى في الاختيارات. طبعا هنا هيكون طبعا بالمتر. طيب 10 في 10 سالب 6، يا ترى هو هذا الرقم الاولاني او الثاني او الثالث او اللي ايه بالظبط؟ لاحظ انت قد تحل المساله ويكون الرقم اللي في الاختيارات مختلف عن اللي انت طلعته، بس هو هو. تعالى كده معايا، هذا الرقم 1 في 10 اس سالب 5 هو نفسه 10 في 10 اس سالب 6، تمام، هو نفسه الرقم، لان طبعا انت هنا المفروض
دي 10.0 مثلا، 0.0. طيب انا عايز احرك البوينت ناحيه اليسار، يعني اجعلها 1.0، تمام؟ اعمل ايه؟ طبعا هننقص هنا من الايه؟ المفروض هنضرب في يعني في 10 وننقص من الاس هنا 1، يبقى سالب ايه؟ سالب 5. يعني هنا 1 في 10 اس سالب 5 هي 10 ضرب 10 اس سالب 6. نفس الرقم بالظبط، ما فيش اي مشكله فيه. يبقى نختار هذا الاختيار. ان شاء الله موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.